ايه رايك في الاسماعيلي يا كابتن؟ قبل مباراة غزل المحلة أنا قلت جملتين إن غزل المحلة فريق بيلعب على الهجمة المرتدة، وده مش جديد على غزل المحلة، هي بقى لها 3 مواسم بتلعب بالشكل ده. فلما يطلع جريده مدرب النادي الإسماعيلي أو المدير الفني للنادي الإسماعيلي بعد المباراة يقول لك إن غزل المحلة أثرت علينا بالهجمات المرتدة، طب وأنت مدرب بطاطس بصراحة كده يعني. بداية الناس اللي بتقول إن أنت كنت مقتنع بجريده ولا وعامل ضجة، لا أنا في اتقال لي ان جريده حقق انجازات مع النادي الاهلي، خد الكونفدراليه وحقق مش عارف ايه وواحد واثنين وثلاثه واربعه ومقاييس انا بمشي بيها. انت مشيت حمزه الجمل عشان تجيب له مدرب ناجح. فبصيت اول مباراه ببص على الجمله اللي بيعملها النادي الاسماعيلي، كان المباراه مع النادي الاهلي ما لقيتهاش، بس الناس كانت مقتنعه ان المباراه حلوه، انا شايفها وحشه. ليه؟ لان مفيش جمله بتخليك تروح تجيب هدف. في كره عشوائيه بتروح في كره بتترفع وبتعدي، مثلا راحت لباسم مرسي اللي انا مش مقتنع بيه لغايه دلوقتي او ما اقنعنيش وما عملش فيها حاجه. ولقيت المدرب رغم عدم اقتناعنا بباسم مرسي مصر ان هو يلعبه. طب هو مقتنع بوجهه نظره على ايه باسم مرسي ان هو مقتنع بيه؟ ممكن يكون لسه ما اداش بالاداء كويس. طيب الجمله اللي بتوصل للنادي الاسماعيلي على الجون او على مرمى الخصم مش سليمه، يعني انت ما فيش كوره عرضيه هتلاقيها في الكوره العرضيه اللي اتلعبت للنادي الاسماعيلي سليمه ومظبوطه 100%. ليه؟ لان انت بتعمل كذا محور للكوره تدخل المنطقه ازاي، مش ان انا اخلصها وادخلها جوه المنطقه وخلاص بشكل عشوائي برفعه من احمد بدبولي او رفعه من كذا بشكل ان هي تدخل المنطقه وبعد كده اللي يحصل يحصل. لا ده مش منطق لعب كوره خالص. التسديدات على المرمى مش موجوده، يعني عبد الرحمن مجدي راجل شويط، احمد مدبولي نفس الحكايه، خط النص عندك احمد محمد حسن شويط رجله جامده على الجون. طب انت عايز تستغل المهارات دي كلها، خط النص فيه مشكله، لان انت اكتر التعاقدات والصفقات اللي جت النادي الاسماعيلي هي خط النص. فانت تلعب لي عمر الوحش وجنبه مش عارف مين ومين ويبقى فيه تخاذل او نقص عددي بالشكل ده في النادي الاسماعيلي، لا الموضوع مش كويس قوي، مش كويس قوي. انت محتاج ان انت ترتب نفسك وتجيب مدير فني فاهم كوره، فاهم كرة النادي الإسماعيلي، بيمشي كرة على الأرض، عنده جمل تكتيكية، عنده حد بيقف خط النص يسلم ويستلم، خط الدفاع متماسك، مش تنقل لي مثلا حمدي النقاز فاشل في وينجه ومكانه وهو مشطب، وتيجي تلعبه مساك مكان محمد هاشم اللي كان نجم في ماتش الأهلي وأخطأ وجاب الأهلي جون بسبب محمد هاشم. بس عايز أقول لك حاجة، لو تلاحظ في مباراة الأهلي إن في نهاية مباراة النادي الأهلي الإسماعيلي كان واقع بدنيا وجريده مش عاوز يعمل تغييرات عشان ينشط موضوع اللياقه البدنيه. يعني انت لو شفت كولر مدرب النادي الاهلي لما لقى احمد عبد القادر قال راح جاي سحبه ومنزل مجدي قفشة، لكن جريده عمل ايه؟ ساب الدنيا هي ماشيه تعادل وخليها ماشيه. وماتش غزل المحله الاسماعيلي مغلوب ومفيش اداء ومفيش سيطره بخط النص ومفيش يعني شكل هجومي للنادي الاسماعيلي وبرضه مصر لاخر 10 دقائق. ده مدرب حافظ مش فاهم يا جماعه، جريده مدرب حافظ مش فاهم. عشان نكون واقعيين، لما يجي يمشي بالمنهج ده ان هو بيلعب 4-5-1 وبنفس الشكل اللي عمله مع النادي الاهلي بيعمله مع غزل المحله ويبقى الاداء اقل قدام غزل المحله، يبقى مدرب حافظ مش فاهم. يعني ايه المدرب حافظ مش فاهم؟ المدرب الفاهم انا خلاص الدنيا واقعه في النقطه دي بغيرها وقتي بلحقها بتدارك الموقف. لكن انت لما تكون مدرس او دارس في مدرسه كوره ان التغيير بيبقى في الدقيقه الفلانيه والشكل الهجومي كذا وطريقه كذا كذا هي اضمن مش عارفين من وجهه نظر المدرب الفلاني، هي مدارس كوره طبعا، فانت تيجي تطبق المدارس الدراسه اللي انت طبقتها مع شكل ما ينفعش معاه، مع اسطمبه ما تنفعش معاها، زي ما انت مثلا بتشطب شقه غير لما تيجي تشطب فيلا، كل حاجه ليها مقاييسها، النظام بيختلف، الديكور بيختلف، طبيعه الحائط والرمله والاسمنت اللي اتعاملت بيهم غير طبيعه اللي انت درسته. فهنا في الجمل الكوره او الفرق اللي انت بتلعب معاها اللي انت درسته ده شيء والتطبيق العملي شيء تاني، فلازم يبقى عندك ليونه فكر. ايه ليونه فكر؟ انا شايف ان الحته دي مش ماشيه، الشكل ده مش ماشي، او المدرسه اللي انت ماشي بيها دي مش ماشيه مع طريقه ملاعب غزل المحله. وبعدين احنا اتكلمنا ده، احنا كناس بنتكلم من بره بنقول لك ان غزل المحله بتلعب الهجمه المرتده، تيجي بعد المباراه تقول لي ان غزل المحله احرجتنا بالهجمات المرتده، طب دي سمات غزل المحله، يبقى انت مدرب بطاطس. وتقول لي انا بقول لي امشي، يمشي ويجي مدير فني غيره.
نلحق الموضوع من اوله. ليه؟ لان احنا كنا داخلين بنقول ان احنا هننافس على الدوري، بصينا لقينا بنضيع ماتشين، دي تاخرت كتير جدا، لسه الدوري طويل. وبعدين يقول لك الدوري طويل، يعني ايه الدوري طويل؟ يعني هنخسر تاني؟ ما انا عايز افهم يعني ايه الجمله اللي انا حسيت فيها، او انت راجل بتاع كوره حسيت ان الاسماعيلي هيحب اجيب اجون، غير لما حصل شويه تغييرات في الاخر لما لحق الدنيا ونزل كلوبالي ونزل حازم مرسي، اللي انا براهن على حازم مرسي من الاول، محدش مقتنع، لكن انا شايف حازم مرسي راس حربة حلو، صغير في السن لكن خفيف، وقادر ان هو يعمل، ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله، وهنشوف ان شاء الله الدوري، ويا رب اشوف الاسماعيلي يعني في مكانه كويسه، لان الدوري كده الاسماعيلي بره.